الموجز الإخباري من القدس دوت كوم، أهلا بكم. استشهد صباح اليوم الشاب عيسى القطري 23 عاما من مخيم الأمعري برام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل فيه. هدمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء عدة منازل في قرية خشم الدرج شرق يطا جنوب الخليل بحجة عدم الترخيص، وفرضت حصاراً محكماً في محيطها قبل أن تشرع بهدم عدة منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة الهذالين. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأربعاء إلى بغداد في زيارة مفاجئة لتقديم دعمه للحكومة العراقية الجديدة في معركتها ضد جهادي تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق شاسعة من البلاد. أقدم مسلحون ومجهولون على إعدام عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل داخل منزلهم شمال مدينة الكوت جنوب شرق بغداد بعد أن أطلقوا النار باتجاههم ما أدى إلى مقتلهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.